جدد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة. دعا المجلس خلال اجتماعه برئاسة الملك سلمان دعا المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.